مرحبا. على الرغم من كل شيء رح نبقى سوا، وما في شك انه لبنان يلي مرق بازمات وحروب ومشاكل يعني اذا بدنا نعد يمكن ما بنخلص، ما كان بينقصه الا الانفجار يلي حصل بمرفق بيروت ب4 اب الماضي، والشهداء يلي سقطوا، والمفقودين يلي بعد ما التقوا، والجرحى يلي بالالاف بكل بيت من لبنان، من شماله لجنوبه لكل شبر بلبنان في حدا انصاب، ويلي ما انصاب بطريقه مباشره انصاب لانه شاف مشاهد بشعه، اندقر مثل ما بنقول باللبنان الدارج، انحرق قلبنا على يلي شفناه. ما في شك انه يلي بيشفي غليل كل اللبنانيين هي المحاسبه ومعرفه مين اهمل اذا كان في اهمال، او مين يلي سبب هالوجع كله لبيروت. بس على الرغم من كل هيدا الموضوع بضل لبنان الحقيقي، لبنان يلي بآمن بالأرزة وبالعلم الأحمر والأبيض والأخضر، بضل يقول إنه قلبه وقلبه ما بينبض إلا للبنان. عن موضوع التفجير، عن آخر التطورات السياسية، لأنه كمان بلبنان ما بغيب ابدا المشهد السياسي على الرغم من الدمار يلي كنا عم نعيشه ومن الشهداء يلي سقطوا، في تطورات سياسيه كثير كبيره، وحتى رح نحكي شق نفسي عن ما بعد الانفجار. حلقتنا مقسومه لقسمين، القسم الاول معنا باستوديو شربل خليل، عضو المكتب السياسي بالتيار الوطني الحر. مساء الخير شربل. مساء الخير. في حمل كثير كبير اليوم على كل لبناني ولبنانيه يلي شفناه ب4 اب، مثل ما قلنا كان مشهد صعب حرق قلوب الكل. كيف نظرتك؟ وين كنت ب4 اب؟ يعني شايف انه في محاسبه؟ مآمن انه رح يتحاسبوا من افتعل او من كان لهم اثر بطريقه او باخرى؟ ليك بحب جويس عبر حلقتك هيك ننحني قدام ارواح الشهداء والمفقودين. اكيد. وان شاء الله تكون هالشهداء الابرياء اذا بدك حطوا لبنان على طريق الخلاص. انا مؤمن بهذا الموضوع. أكيد مؤمن أنه بده يصير في محاسبة، لأنه جريمة بهالفظاعة هيدي تاريخية يمكن ما كان إلا سابق إلا ب هيروشيما وناكازاكي، مضبوط، بالحرب العالمية الثانية. مفروض يكون في محاسبة، وأنا كل ثقة بفخامة الرئيس العميد ميشيل عون أنه هو رح يقود هذا الملف للآخر لخواتيمه إن شاء الله. يعني الكل بتصور اللبنانيين، أغلب اللبنانيين الوطنيين الحقيقيين عندهم إيمان باللي قاله فخامة رئيس الجمهورية إنه في محاسبة ورح ينطال وما في غطى فوق أي حدا. بتشوف إنه في حملة على، خلينا نبلش من هون، يعني في انفجار كبير صار، رح يتكشف كل شيء ملابسات عن هذا الانفجار يلي يمكن يكون بمكان ما عم بغير شيء بلبنان. يعني ما بعرف قد هيدا شيء ايجابي، هيدا شيء سلبي، بعدين التاريخ رح يحكي بهيدا الموضوع. بس شايف انه نحن رايحين على، انت قلت متفائل، صح؟ متفائل لانه في فخامه الرئيس، وانتو كتيار وطني حر وكعونيين بتعرفوا انه فخامه الرئيس يلي ناضل على مدى سنوات وسنوات وسنوات وقال بده يصير هيك صار هيك، كان بشوف لابعد، كمان هالمره رح يكون يصدق بوعده؟ ليكي حابب معك اعمل هيك مثل فلاش باك صغيره. اذا بنتذكر فتره 13/20/1990 كيف تمت ازاحته وابعاده، وفتره 2005 اللي من وعدنا واشتغل لقانون 1559 انسحاب الجيوش الأجنبية على لبنان واستعادة سيادة لبنان. وثالث نقطة مفصلية، ويلي في كتير ناس استهزأوا بهذا الأمور ولما نحكيهم أنه لازم نحضر لما بعد مرحلة انسحاب الجيش السوري حتى نكون كلنا سوا إيد وحدة كل مكونات المجتمع اللبناني. وللأسف بهذه المرحلة لما وصل كلهم اجتمعوا ضده وخد الانتخابات وحيدة بوجه الكل، يمكن باستثناء حزب التشناك إخوتنا اللي وقفوا معنا، ومرحلة دائما التشناك حليف اساسي اوفي لرئيس الجمهوريه. وثالث مرحله هيك مفصليه بالفلاش باك تبعنا، بتذكر جلسه انتخاب رئيس الجمهوريه لمن اذا بتتذكري خلوها تنعيد مره واثنين وثلاثه واربعه واكثر. هودي كلهم هالاشخاص اللي مشوا وقت الوصايه مع الاحتلال السوري، هن ذاتهم حملوا الباروده من كتف لكتفتين، غيروها من بعد 2005، هن ذاتهم بعدهم عم بيحاربوا مشروع الاصلاح. يعني ما في شيء غريب انه يتحارب اليوم ميشيل عون اكثر من قبل بشراسه، ومثل ما قال يمكن اليوم رئيس التيار بنوع جديد من الحرب، هي الحرب
الفور جنريشن اللي هي الحرب الاعلاميه السوشيال ميديا، لانه اليوم كل شخص منا وخاصه بزمن الكورونا وقاعد على السلوح ثلاث ربع وقته، نص العالم بلا شغل ونص العالم نص وقتها ببيتها مش بشغلها، هيدا شغلتها على كل حال. صارت الناس هيدا شغلتها، اهون حرب واقل كلفه وممول يمكن بجزء من الداخل ومن الخارج هي حرب السوشيال ميديا والاعلام واذا بدك التلفزيونات والمموله. يعني صارت كان لافت كلمه هون بدي اقول لك بس جوي الشغله، انه ليش عندي امل كثير كبير؟ لانه المجتمع الدولي ما قبل 4 آب كان ما عم بيحط ايده بايد فخامه الرئيس وبايد هالمشروع الاصلاحي، كان واضح في حصار على لبنان يعني. ولكن كان الناس اذا بدك اللي هن امر الحرب وامر الفساد بلبنان كان ما حدا عم يتوجه لهم، خاصه بالثوره ولا مره سمعتهم. هذا كان بدي اقول لك هو قدام مساعد وزير الخارجيه الامريكيه ديفيد هيلي اللي زار قصر بعبده، قال له الرئيس عون انه انا من اول وصولي على سده الرئاسه بال 2016 حاطط مكافحه الفساد وحاطط الاصلاحات اولويه عندي. صح. وهيدا الشيء خلق خلافات كثير كبيره مع افرقاء سياسيين يلي اعتبروا انه هن معنيين بشكل مباشر بالفساد، يعني هيدا الشيء كثير واضح قاله الرئيس عون، واللي عم يترجم على الارض من ردات الفعل او من الخطابات من المواقف بعض السياسيين يلي عم بيصوبوا سهامهم على الرئيس عون، عم بجربوا يحملوه مسؤوليات بعيده عنه. صح، يعني هلا انا وياك رح نعمل برمي شوي على المشهديه الدوليه على صحيح. ارض لبنان. صحيح. بس اذا بتلاحظي كنت عم اقول لك انه اليوم الدول ما بقى فيها تخبي الفساد، خاصه بعد هالانفجار هالكارثه الرهيبه اللي يمكن خلت 300,000 واحد مشرد من بيروت، ما بقى فيهم بقى يخبوا او هيك يغضوا النظر عن الفاسدين، صاروا مجبورين يحطوا ايدهم بايد فخامه الرئيس. لهون تجلت الثقه اذا بتشوفيها بشخصين، شخصه هو كفخامه الرئيس، وهذا اللي بين مع ماكرون مع كل رؤساء الدول يلي ما قبلوا يخاطبوا حدا الا هو شخصيا ابتداء من المؤتمر وبعد المؤتمر اللي عمل من اجل بيروت. ثاني شخص هي المؤسسه، الشخص المعنوي هي المؤسسه العسكريه، الشخص اللبناني العميد جوزيف عون يلي هو اختاره فخامه الرئيس، وهالجيش يلي كرس اذا بدك وراح له شهداء وراح له 300 جريح ويمكن في كثير جرحى مخطرين، كرس كل قوته يمكن كل عناصره نزلت على الارض لحتى نطلع من هيك كارثه بهالجمعتين ثلاثه باسرع وقت. هيك كارثه يمكن بتركع اكبر دول مثل امريكا وغيرها، لانه هيك كارثه فيك تقربيها بزلزال ضخم ضرب دولة معينة. صحيح. دونك كتر خير هالجيش وكمان ننحنى بنوجه لهم تحية لكافة عناصر الجيش اللبناني. صح. الموجودين على الحدود وموجودين ببيروت وعم بيوزعوا مساعدات كمان. فكل ثقة أنا أكيد أنه الأمل يعني مثل ما دائما فخامة الرئيس بيكون متفائل جدا، أبدا ما لازم نقطع الأمل، وهيدا أنا مثل ما قلت لك بداية طريق الخلاص. وعلى كل حال هذا الحديث كمان حكاه اليوم رئيس التيار. صح. الوطني الحر. صح. الوزير جبران باسيل، وعدد انه في تصويب سهام على التيار، وذكر مثل ما انت ذكرت نوعا ما بال 2005 حتى من بعد بال 2007 اغتيال الشهيد بيير الجميل كمان كيف كان التعامل مع التيار، عدد. صح. محطات كثيره انه انتم يتم استهداف التيار لانه عم يفتح ملفات، وحكي اليوم عن وجه للتيار الصبر والايمان وانه يكون في صمود. قد ايه بعد عندكم صمود بالتيار؟ قادرين بعد تصمدوا؟ اللي بدي اقول لك ان نحن نفسنا كثير طويل وتاريخنا النضالي مشرف، نحن بنفتخر بتاريخنا، وانا بفتخر لانتمائي للتيار الوطني الحر. اللي بدي اقول لك اياه انه بتذكر مرحله ما قبل 2005 لما كنا بجامعتنا، جامعتنا قبل 2000 حتى، كنا ننزل ونصرخ حريه سياده، فتره النضال على الارض. صح، كنا نصرخ ونعلم الشباب اللي حدنا اللي ما كانوا يعرفوا هالمبادئ ونقول لهم لازم نصرخ كلنا سوا ونوحد الصرخه حريه سياده استقلال، ينزلوا هن ذاتهم اللي هلا عم بيحاربونا، عم بيحاربوا رئيس التيار والتيار يلي بيمثل التيار وفخامه الرئيس يلي هالمدرسه نحن اللي بننتمي لها، كانوا هن ذاتهم يقولوا لنا الوجود السوري بلبنان هو شرعي وضروري مؤقت. يعني ثالوث اللي نحن كنا نرفعه رفعوا ثالوث بوجنا، هن ذاتهم هودي اللي عم بيحاربونا هلا. لهيك انا ما بينطفي بقلب الامل، مثل ما هديك المرحله قطعناها وفلت الوصايه وتحررنا منها، مشروع التحرر اللي حكينا عنه فخامه الرئيس كثير صعب، تحرير هين طلع اكثر بكثير من التحرر، ونحن هلا ببدايه مشروع التحرر. بدايه صعبه جدا شاقه. طبعا طبعا اليوم لا. حط كثير عناوين عريضه الوزير باسيل، بإن كان مسار التحقيق، إن كان مسار العلاقة مع الأطراف السياسيين بلبنان، إن كان مسار الحكومة يلي بدأت تتشكل، إن كان الانتخابات النيابية، رسم خارطة الطريق. بس في شيء
خصوا فيه للتيار الوطني الحر بنهاية كلامه أنه يلي كنت عم تحكي عنه الحرب الإعلامية والشيطنة يلي تعرض لها تحديدا الوزير باسيل وكل مناصر للتيار، كل محب للتيار. يعني هلأ يلي بده يتهجم عليكم رح تتهجموا عليه؟ هيك صارت؟ ليك يمكن أخلاقياتنا ما بتسمح أنه نحن هو حكي أكيد أنه هيدا مش أخلاقيات التيار، بس يلي بيأذي التيار أو أفراد التيار أنا جويس رح يتعامل بالمثل. صح، أنا بشبه تيار الوطن الحر للبنان. لبنان مثل ما هو لأنه موقعه استراتيجي جسر عبور بين الشرق والغرب، هالصلة الوصل بين الشرق والغرب، تيار كان محكوم له من البداية أنه من أول ما ولد من رحم المؤسسة العسكرية أنه يكون إذا بدك يتحمل كل شيء بصدره، يكون هو جسر العبور بين كل الطوائف. إذا بتلاحظي بالمشاهدية السياسية خاصة بعد ما جينا نحن من 2005-2009 كنا خارج الحكومة، ولكن فتنا على المجلس النوابي بالرغم من الكل، وما بعد 2009 يمكن بعشر سنين كنا بالحكومة تقريبا أو تسعة سنين. بهالمرحلة كلها سوا كنا نحمل كل شيء بصدرنا، يعني شو ما يصير بالبلد يحطوا الحق على التيار، على الحزب النظيف، على هالتيار النقي اللي أهدافه كتير سامية. اللي نحن إذا بتلاحظي مطرح ما مثل ما قال الوزير باسيل لما رئيس الحكومة احتجز كان أول شيء مدافع عنه هو جبران باسيل وفخامة الرئيس. صحيح، لما استهدفت الطائفة الشيعية بأكملها بحرب تموز نحن فتحنا بيوتنا وصدورنا ويمكن خسرنا من شعبيتنا لحتى ما ينصاب مكون أساسي بالمجتمع اللبناني لأنه بينصاب الوطن كله سوا. دونك لبنان ما بيقوم إلا إذا بدك الثلاثية اللي هي إذا بدك المسيحيين والسنة والشيعة. هيدا لبنان، ما فينا نحن نكون ضد السنة مع الشيعة بس أو مثل ما بينقال يعني لبنان بجناحيه المسيحي والمسلم. هيدا قناعة التيار، يعني تيارنا نحن حزب علماني نسعى للدولة العلمانية، للدولة المدنية. وبذات الوقت نحن جسر عبور لكل العالم. في كثير ناس بيقولوا انه لا انتم تيار طائفي، رح نفصل شوي نحكي عن امور التيار مش الداخليه، هيدي امور تخص الوطن لانه انتم مكون سياسي رئيسي. اذا كنا تيار طائفي كنا استفدنا من ما يسمى كان تسونامي، كان عندنا يمكن 70-80% من المجتمع المسيحي وقفنا هون، ما مدينا جسور لحدا وحافظنا على 80% ويمكن سكرنا سكور كنا، ولكن نحن ما وقفنا هون، قررنا نفتح على المكون الشيعي ونتفاهم معه وطنيا بورقه شفافه بلشت بكنيسه مريم خيل برمزيتها، وبعدين مدينا الايد لرئيس الحكومه سعد الحريري لهالمكون السني اخوتنا، وجربنا نبني هالبلد كلنا سوا بغض النظر عن المطبات اللي قطع البلد فيها. اذا بدك المشكل الاساسي نحن انه في كثير احزاب بتتاثر بالخارج، تيار ما بيتاثر بالخارج. يمكن فينا نقول هو تيار معتدل، يمكن اقرب شوي اذا بدك للفكر الفرنسي لانه فخامه الرئيس يمكن المنفى كان بفرنسا اللي عاش فيها، وهن يمكن كمان بناة دوله. يعني لما بعد الانتداب ما تركوا شبه دوله، تركوا دوله واقفه على اجريها وكفيناها، بس ولا مره نحن اذا بدك نفذنا اجندات خارجيه بلبنان. للاسف في سقطات من غير احزاب عم تكون لانه الاجنده الخارجيه بتفرض عليهم انه يختلفوا معنا، عم يختلفوا معنا. رح نفصل هدول المواضيع انطلاقا من يلي حكيه كمان اليوم الوزير باسيل، الخطوط يلي حطها، ولكن رح يكون معنا عبر الهاتف داوود رمال الكاتب والمحلل السياسي، رح نساله شوي عن كواليس الحكومه، اكيد بيعرف عن كواليس الحكومه، رح نساله شو قراءته لخطاب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وايضا عن كلام فخامه الرئيس بالامس يلي حكي عن امور كثيره، وفي هيك يعني حاول البعض يخلق لغط ما بكلام رئيس الجمهوريه اللي كان واضح. مساء الخير استاذ داوود. مساء النور، يا اهلا وسهلا. شكرا لك. رح ابدا من كلام فخامه الرئيس بالامس بالمقابله التلفزيونيه، قراءتك لكلام الرئيس عون، وخلينا اسال عن يلي حاول البعض يثير اسئله حوالي عن لدى سؤال عن الامارات واسرائيل وجواب الواضح للرئيس عون. عمليا يعني في كل اطلاله لفخامه الرئيس عم بياكد المؤكد وهي استقلاليه القرار الوطني اللبناني مع الحفاظ على علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة على قاعدة
النزل من دولة لدولة وعدم التدخل بشؤون الآخرين مع عدم السماح للآخرين التدخل بشؤوننا الداخلية. هذا الواقع اللي عم ينطلق منه فخامة الرئيس عم تواجهه عقبات داخلية لبنانية. لو أن الموقف الوطني اللبناني موحد حول الثوابت، حول المفاهيم الدستورية، حول المفاهيم الوطنية، حول ما يسمونه الميثاق الوطني، وهذا الميثاق الوطني أصبح حوله علامات استفهام كثيرة، لأنه كأنه المطلوب أن تلتزم بالميثاق الوطني أطراف وأطراف آخرين يبقوا فاتحين على حسابهم. كل ذلك لو أن هذا الأمر موجودا في لبنان لكنا استطعنا أن نتعاطى بمنطق الندية من دولة إلى دولة، إلا أن يعني هناك أفرقاء آخرين مشرعين أبواب لأي تدخل خارجي لا يتعلمون من تجارب الماضي القريب والبعيد، لا بل يعني يمعنون في ارتكاب الخطأ والخطيئة بذاتها هي ذاتها وصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم. موقف الرئيس من موضوع دولة الإمارات هو موقف واضح، يعني أنه بالنتيجة الإمارات أخذت خيارا معينا فلتتحمل مسؤولية هذا الخيار، وبالتالي مع أنه أتبع بكلام صريح أن هناك أراضي لبنانية لا زالت محتلة، هناك حدود بحرية غير مرسمة، كل ذلك يدلل أن لبنان لا يعنيه موقف الإمارات في الموضوع العدو الإسرائيلي، ما يعنيه هو استكمال سيادته على كامل أراضيه ومياهه الإقليمية على كل حال كان في المياه الخاصة. صح، على كل حال كان الرئيس هون بالدردشة مع صحفيين أكد أنه لن تمس سيادة لبنان طول ما هو رئيس للجمهورية اللبنانية، لن يقبل بهذا الموضوع. صحيح هذا الكلام، وأيضا يعني كما قلت لك المسألة مثل ما بقولوا الإيد الوحدة ما بتزقف لوحدها، لابد من شركاء في أن يرتقوا إلى هذا المستوى من التعاطي وعدم تشريع أبواب الخارج دائما عند كل استحقاق يواجهه لبنان، تماما كما يحصل الآن في الملف الحكومي. يعني ليس طبيعيا جويس أن يتحول مسألة تكليف رئيس حكومي إلى توافق دولي إقليمي بحيث يسمى رئيس في الخارج لكي نتمكن من إجراء الاستشارات وتكليفه في الداخل. هذه المسألة لا يتحمل مسؤوليتها رئيس الدولة، إنما يتحمل مسؤوليتها الأفرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب وخصوصا من هم في الكتل اللي فاتحين مجال لهذا الموضوع، اللي فاتحين مجال الأفرقاء السياسيين فاتحين مجال بأنه للتدخل للاستعانة بالخارج في عملية فرض وقائع سياسية في الداخل اللبناني. بين هلالين جويس يعني خليني اقول عبر شاشتكم، بلكي حدا بيوعى انه هذا الدخول الامريكي الاوروبي العربي المباشر على الساحه اللبنانيه يدلل الى حقيقه واحده، ان هؤلاء استغنوا عن ادواتهم الداخليين، ما بقى يوثقوا فيهم لانه عرفوهم من الرجال مش قادرين يواجهوا، دخلوا هن مباشره فاضطروا للتدخل المباشر لأن الأقوياء يفاوضون الأقوياء. أنا يعني اطلعت نظرت بعين من الرضا أنه السفير ديفيد هيل ما طلب موعد للقاء للوزير جبران باسيل. هذه المسألة تدلل على موقعية التيار الوطني الحر وعلى موقعية الوزير جبران باسيل. البعض اعتبروا الوطني. البعض أخذوا بالمنحى المعاكس تماما للي عم تقوله، أنه ديفيد هيل ما التقى باسيل وكأنه عم بهمش الوزير باسيل، لانه لا يستطيع ان يحول ان يستخدم التيار الوطني الحر اداه كما يستطيع ان يستخدم قوى اخرى ادوات في الداخل اللبناني. اذا التقى الوزير جبران باسيل سيسمع الكلام ذاته الذي كانت تستمعه السفيره الامريكيه الجديده، اللي التقت الوزير باسيل على فترات طويله وبلقاءات مطوله وما قدرت ان تنتزع من الوزير جبران باسيل اي موقف له علاقه بشان داخلي لبناني. على كل حال كيف قريت اليوم الصراحة كلام الوزير باسيل؟ كان شديد الصراحه كلامه، يعني اليوم الوزير جبران باسيل نطق بما كان يحجم في السابق عن النطق به ولكن مقتنع به، كان شديد الصراحه على كل المستويات،
وبالتالي هناك ترسيم ليس خطوط حمر، خطوط وطنية بين ما هو مسموح وبين ما هو ممنوع. يعني تحديدا في المسألة الكبرى التي أعتقد أن الفريق القوي الآخر الممثل بحزب الله سيتوقف مليا عند الكلام الذي قاله جبران باسيل، أنه بين مسألة الوحدة الوطنية والحفاظ على الشراكة وعدم استهداف مكون أساسي بالداخل اللبناني وبين الحصول على رضا الخارج، لا أفضل معاداة الخارج على أن أكون أن أكون أحد الأيدي التي تطعن شريكا في الداخل اللبناني، كما نشهد الآن من أفريقيا. كما قلت لك في البداية لم يتعلموا من التجارب القريبة والبعيدة وتحولوا إلى يعني رأس حرب في الهجوم على الواقع اللبناني تحت عناوين انتخابات نيابية مبكرة أو الانقلاب على نتائجها، تحت عناوين إسقاط رئيس الجمهورية، تحت عنوان إسقاط الحكومة الذي سيدفعون هم ثمن إسقاط هذه الحكومة. وسجلي علي هذا الكلام، لن تتشكل حكومة جديدة إلا بالموازين النيابية الحالية القائمة. عم يحلموا أن يحدثوا انقلابا على نتائج الانتخابات النيابية بتشكيل حكومية مغايرة لهذه النتائج. وفي انتخابات نيابية مبكرة؟ يعني حلم إبليس بالجنة. لش في انتخابات نيابية بال 2022 أيار 2022 إذا بقي الجو على ما هو عليه؟ على كل حال بالأمس سماحة السيد تحدث بكلام إن شاء الله يكون دققوا فيه جيدا، هذا الكلام عندما دعا الجمهور إلى الحفاظ على غضبه، كنت أقوله عنكم على الشيشة ويعني أيضا فرحت كثيرا عندما سمعت كلام السيد، أن السيد استجاب لهذا الجمهور، هذه اللي كنت أسميها الأغلبية الصامتة التي يوما ما ستخرج لتغير المعادلة السياسية في البلاد وأن تفرض الدستور، تطبيق الدستور وتفرض النظام. على كل حال قبل ما أختم معك، كمان الرئيس عون كان يحكي عن الغضب المقدس. هذا الغضب يعني شو بدي أحكيك جوز، يعني واضح جبران باسيل اليوم الوزير جبران باسيل خاطب الوجدان المسيحي بأي معنى، وقت اللي حكي عن الشراكة الوطنية وعدم طعن الآخر وعدم التخلي عن الشريك في الوطن حتى لو كان ثمن ذلك عزة خارجية، كان عم بيقول لهم للمسيحيين للوجدان المسيحي من العشرين لثلاثة وأربعين لثمانية وخمسين لتسعة وستين للخمسة وسبعين لاثنين وثمانين للتسعين للي بدك إياه، هذه المحطات الأساسية بتاريخ لبنان، عم بيقول لهم أي رهان على الخارج يكون يدفع ثمنه المسيحيون كما دفعوه في الطائف. هذا رهان على الخارج، هذا اللعب بمصير المسيحيين تحت عنوان طروحات الساعة الحياد الناشط، ساعة عدم توزيع الخيارات بين الغرب والشرق وما إلى هنالك، هذه أسميها مقامرة بمصير المسيحيين، وبالتالي على من يراهنون على هذا الخارج في تغيير المعادلة أيضا يعيدون القارة في المقامرة مجددا بمصير المسيحيين. يا ليتهم استجابوا لدعوة الرئيس ميشيل عون إلى اللقاء الوطني كما استجابوا إلى دعوة الرئيس ماكرون في إلى قصر صنوبر. هذه الإدانة الواضحة لهم، لو استجابوا لكانت كثير من الأمور التي يريدونها تغيرت بتفاهم وطني، ولكن مش معودين أن يكونوا أسياد أنفسهم. أنا بدي أشكرك على هالقراءة وهالمعلومات وهالتحليل يلي أعطيتنا إياه الليلة، شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي داوود رمال، شفتك بكثير محلات موافقوا الرأي لأستاذ داوود. على كل يعني نحن تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، التيار هو بعد لبناني بالخارج وليس أداة إذا بدك تجسس أنه خارجية بالداخل اللبناني، هيدا مبدأنا الأساسي. ونحن مثل ما قال معالي الوزير باسيل انه رئيس التيار انه نحن مش مهم نشارك بالحكومه، نحن بدنا نكون اكثر المساهمين بغض النظر اذا كنا فيها او ما كنا فيها. واضح يمكن كان التوجه اليوم نكون ما نكون فيها. عندنا ثلاث اسس: بناء الدوله، دوله المؤسسات،
مكافحة الفساد، يعني انطلاق مسيرة مكافحة الفساد وتطبيق خطة الاستنهاض الاقتصادي. صحيح. بقول لك متفائل ايه؟ كمان هيدي ثلاثية. هيدي ثلاثية. متفائل ايه؟ لأنه حتما في رؤوس كبيرة رح تسقط. يعني من بعد ما يبلش الفورنسيك اوديت يلي بده يبلش يمكن باول مؤسسه هي صمام الامان هي مصرف لبنان، رح ينتقل لكافه الوزارات. هلا بتقولي لي بدها تطول، ما في شيء عم يمرق بسهوله، يعني عم تجي 10 12 جلسه وزراء بحكومه كانت جدا نشيطه كل يوم تعمل جلسه لحتى قطع التدقيق الجنائي. فكيف اذا بده يتطبق، كيف اذا بده ينتقل لباقي المؤسسات بالدوله؟ ولكن حتما رح نوصل له، وانا بقول اكيد بعهد فخامه الرئيس ميشيل عون رح يصير في محاسبه ورح تسقط رؤوس كبيره، بقول لك اياها عن هذا البلاتو. كرمال هيك هيدا التصويب والحرب نوعا ما 100% على التيار وعلى يعني الرئيس بلشوا عم ينزركوا بالزاويه، لانه من الداخل في عندك رئيس شرس بوجهن بده يحارب الفساد اذا بدك وحيدا بوجه بهالمعركه الداخليه، والخارج بطل في بقى يغطي مثل ما كان عم بيقول داوود، لانه يعني اعطاهم باسات ومولهم كثير، بالاخر فشلوا، صار مجبور يفوت يقعد معنا ويفاوض فخامه الرئيس من الند للند، يعني الرئيس الجمهوري تبعنا، في نيونس صغيره بين انه نقبل مساعدات ونفوت الخارج ليساعدنا، لانه لوحدنا ما فينا ننهض، حتى امريكا اذا بصير فيها كارثه مثل هيدي ما فيها تطلع. فكيف بالاحرى اذا لبنان هالدوله الصغيره اللي بعدها بتطور، اذا بدك ما صار في دوله مؤسسات مثل ما لازم، اجباري نقبل مد اليد لنا. اكيد رح يكون في مفاوضات مع فخامه الرئيس من ترسيم الحدود البحريه اللي هلا صار الملف بين ايديه، ورح اذا بدك رح بقول لك هلا كمان انه حتما رح يكون لمصلحه لبنان، يعني امريكا يلي عم تفاوض عن اسرائيل. كده فخامه الرئيس حريص على لبنان مش حريص على غير لبنان. طبعا هلا اسرائيل عم تفاوض بطريقه غير مباشره عبر الامريكيين يلي عم يقعدوا اذا بدك بس يمروا باسر بعبده، فرح ترسيم الحدود البحريه رح تطبق حسب خرائط الجيش اللي هي بتحترم الخرائط البحريه الدوليه. هيدي بداية إذا بدك يرجع إذا بدك انطلاق مشروع تنقيب على النفط يلي بده يكون جزء من النهضة الاقتصادية اللي بدها تساعد لبنان بانطلاق. قبل ما نحكي شوي عن المشهد الدولي يلي موجود بلبنان عندنا اليوم لافت، لأنه ما في حدا يقول شيء طبيعي، لأنه في هجوم دولي بالمعنى الإيجابي. خليني أقول بدي اختم مع يلي قاله الوزير باسيل، عدد الوزارات اللي استلمها التيار الوطني الحر، الطاقه، الاتصالات، البيئه، الخارجيه، وقال انه نحن هون هيك عملنا وهون وهون وهون، يلي قادر يمسك شغله واحده يفرجينا بالوثائق مش بالحكي. هون انا بزعل كثير على الثوار يلي نحن بصميمنا وبتاسيسنا ثوار، بزعل انه رح ينتقدوك، رح يقولوا لكم هلا انه رح انتم ما انتم صور ولكن انتم نزلتوا على الارض. انا معهم، بس نحن شو عملنا بوزاره الخارجيه؟ عملنا مؤتمر الطاقه الاغترابيه، ما خلينا شخص مهمش لبناني اقتصادي ناجح بدولته الا ما رجعنا وجهنا له البوصله لحتى يرجع على الارض، على الارض وعلى بيروت يستثمر هون. شو عملنا بالاتصالات؟ مثل ما قال الوزير باسيل خفضنا الفاتوره، حطينا مشاريع، يمكن بعت للقضاة 10,000 صفحه من السرقات يلي الوزراء اللي كانوا اذا بدك تعاقبوا على الوزاره. شو عملنا بوزاره الطاقه؟ عملنا السدود يلي من 50 سنه كان في الخطه العشريه. هون كثير انه انتم ما نفذتوا وقتكم بالكهرباء. بدي اسالك عن وعندكم مشاكل بالسدود، بيعطوكم امثله يعني جويس المشروع الحلو اللي عمله الرئيس امين لحود ساد شبروح كان مفيد لكسروان او لا؟ بطل في ازمه مي بكسروان. ضروري السدود مش مشروع التيار، هو مشروع ودراسات انعملت من يمكن 100 سنه ومن 50 سنه، من وقت الاتراك لوقت الفرنسويه لكل الناس اللي تعاقبوا اذا بدك على احتلال لبنان. الفرق ما كان حدا يحكي عنهم وما كان حدا يشيلهم من هالجوارير ويعرف انه هودا لهم ايجابيات. جينا اطلقنا يمكن 10 مشاريع واكبرهم سد بسري اللي عم بيعرق له. طب منطق انه نحن نوقف سد مثل سد بسري؟ الدوله دفعت تقريبا 300 مليون دولار من خزينتها، كانت اذا بدك مرتبط هالشيء بالقرض اللي بده ينعمل، بيجي وقت ما بده يعطوني القرض انا فشل للمشروع. اليوم اذا اجاني السنه فيها مي رح يجي حتما 10 او 20 سنه جفاف بعدين. لبنان بحاجه لسدود لانه هيدا شيء استراتيجي. دونك شو عمل التيار الوطني الحر؟ اشتغل استراتيجيه بالوزارات تبعيته، ما كان في ابدا خطط، ما كان في مقومات للدولة. جينا نحن صرنا كل ما نستلم وزارة تصير وزارة سيادية، تصير الحكومة اللي بعدها يتقاتلوا بدهم هيدي الوزارة.
يعني قد ما يشوه الصوره. كنت عم اقول لك عن الصور بزعل ليش؟ لانه اليوم بس بستهدف كم وزاره هي للتيار، ولا بستهدف الصناديق اللي حكي عنهم جبران؟ ليش ما ليش ما بستهدف انا الناس اللي سرقوا المليارات؟ صح، مثل السنيوره وغيرهم واضحين وملفاتهم كلها عند القضاة، ليش ما بيضغطوا على القضاة؟ نحن فخامه الرئيس مقدم 18 ملف من الضمان الاجتماعي لكل ملفات الدوله الاساسيه، ليش ما بيروحوا بيضغطوا على القضاء تبعنا لحتى يحرك الملفات يشيلها من الجوارير ويحاسب العالم؟ قال انه انتم ما تكون هون الضغط تبع الصور لازم يكون في القضاء ياخذ مجراه بكثير كثير امور. طبعا بدي انتقل شوي على المشهد اللي كنا عم نحكي عنه، المشهد الدولي المزدحم بلبنان. الانفجار حصل ب 4 اب صح. بعد ساعات قليله كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بلبنان، زار رئيس الجمهوريه واجتمع مع باقي الاطراف اللبنانيين على طاوله، وبيناتهم كان لافت وجود حزب الله كمان على هيدي الطاوله، ومن بعدها توالت الزيارات الدوليه. كيف توصف هذا المشهد؟ لكن اول شيء بعلم العلاقات الدوليه ما في دول بتجي على بلد معين وبتساعد لانه بتحب تساعد، لانه في مصلحه. الدول كلها اذا بدك اللي عم يلعبوا بالساحه اللبنانيه هالمشهديه الدوليه كلها سوا، من الولايات المتحده لفرنسا لايران لروسيا للصين لايران لاسرائيل، كلها عندها مصالح. يعني يا اما عندها عملاء بدها تدعمهم، يا اما عندها شبكه مصالح، يا اما بدها من لبنان يكون جسر عبور، يا اما بدها حكومه مواليه، يا اما بدها تكون ورقه ضغط على جاره معينه. دونك الدول ما عندها صداقه ومحبه بس هيك، وخاصة القوي اتجاه ضعيف، اكيد في مصالح. هيدي المصالح اللي هي بتحكم اذا بدك علاقة الدول بلبنان. كنت عم تحكي انه او حتى كمان حكيت عن فرنسا اول شيء. عن فرنسا، بس هل بتشوف في تغيير بالنظام؟ الرئيس عون قال انه ايه نحن عم نجرب، لانه يلي كان موجود قبل نوعا ما من 30 سنة لليوم هيدا التوافق كان نوعا ما مشلول لبناء دولة، ما عم يعطي نتائج. في تغيير للنظام؟ انا شايف هيك. يعني اليوم لما لمح بالدردشه فخامه الرئيس عن التغيير، نوع من التغيير بالنظام، اكيد نحن واصلين له، لانه حكما مثل ما نحن ماشيين مش رح نوصل لنتيجه. مرقنا شوي على فرنسا، دور فرنسا اذا بدك عنده شقين اساسيين، دور التاريخ السياسي، لانه اذا بدك كان من وقت الانتداب كان عندها دور اساسي بلبنان، ودور ثقافي من خلال تقريبا 57 مدرسه هي بتمولهم، وهي المنهج الفرنسي ماشي فيهم. دونك بهمها كثير، وخاصه بعد ما غابت شوي عن السياحه اللبنانيه فرنسا وضعف دورها قدام الدور الامريكاني، بهمه ماكرون هلا عم يستعيد هذا الدور، يرجع يدعم لبنان. وكان بلش قبل انفجار 4 اب، بعت 100 مليون يورو اذا بتتذكر المدارس الخاصه الفرنكوفونيه. بهمه كثير يضل لبنان عنده هالوجه الفرنكوفوني، مش كومنولث، مش الانجليزي اكثر. هيدا الهدف من ماكرون، انه يضل في عنده اذا بدك لبنان منه ينطلق كبوابه للشرق الاوسط منه فرنكوفونيا. كيف شفت يلي طالبه وقتها كان ماكرون بقصر سنوبر؟ في البعض او حتى هو عم بيجول على المرفق وعلى الجميزه، كان في اصوات سمعت من بعض الاشخاص الموجودين انه يرجع الانتداب الفرنسي. للاسف ادهشوا له، لانه جوابهم قال لهم تقريبا بجاوبوا، قال لهم ما تعلمتوا من التاريخ. يعني اذا هو مستحي بحاله انه دولته انتدبتنا، كيف بالاحرى شخص لبناني عم يطلب هذا الشيء؟ صح، وبيسمي حاله ثائر بين هلالين، عم يطلب انه دوله اجنبيه تيجي تنتدبه مره ثانيه. واضح كمان انه قصر بعبده عم بيكون محور. صح، يعني هل الكم الهائل من البرقيات، من الاتصالات، من الزيارات، واللافت كان اتصال للرئيس الامريكي دونالد ترامب بالرئيس عون، وحتى فحوى الكلام كان جد لافت. يعني اذا بدنا نبلش من الدور الامريكاني، يعني حتى صح بالمعلومات انه قال له للرئيس عون حيلا شيء بحاجه له، امريكا حدك بتلقط التليفون وبتطلبه، بتتصل شخصيا. مزبوط. يعني للاسف هالكارثه الانسانيه اللي صارت بأربعة اب خلت هالهجمه الدوليه تكون علينا انسانيا كمان بالدرجه الاولى متوازي مع المصالح.
اكيد ما فينا نغفل هذا الدور لانه اللي صار شيء كثير كبير. صح، يعني بس في حس انساني بال هيدي الهجمه الدوليه ما بدي اقول لك فك الحصار على لبنان، ولكن ساعدت انه يصير في فجوه بجدار الحصار اللي كانت عملته الولايات المتحده اقتصاديا على لبنان، والهدف اكيد حزب الله يلي مصنفته منظمه ارهابيه، وسوريا من خلال. ولكن قبل 4 اب كان فخامه الرئيس طلب من الامريكان انه يصير في مثل تعديلات على 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 قانون قيصر، منها اذا بدك التغذيه الترانزيت والنفط، استيراد النفط من سوريا والعراق. وبالمبدا كان في توافق امريكاني انه يعني كان بلشت شوي تجاوب نوعا ما امريكاني، الولايات المتحده تحلحل من هذا الموضوع انه بدي يميز لبنان عن حزب الله عن سوريا، يعني تفصل بين الملفات. قد ايه مضبوط برايك الكلام يلي انقال انه السياسه الامريكيه اللي كانت متبعه بالاشهر الماضيه ثبتت انه فشلت، وكرمال هيك كمان في تغيير نوعا ما بالسياسه الامريكيه؟ وقال شيء استاذ داوود، ما بعرف اذا كمان كيف تقراها، هل اعتبرت امريكا انه من يمثلها بلبنان او بعض الشخصيات فشلت حتى هي تدخلت بطريقه مباشره؟ ليك هذا الشيء اكيد، ولكن خلينا شوي نعلى عن هذا الموضوع تنقول انه الامريكان وكل الدول، خلينا نحكي بشغله كثير اساسيه، ما عندهم مصلحه يصير في حرب بلبنان. يعني لو في حرب بلبنان استقرار اكيد لبنان. ما بتجي هالبوارش كلها سوا على مينا بيروت. دونك الهدف لبين ما يصير في تسويه على صعيد الشرق الاوسط، الهدف هو ما يصير في حرب بلبنان، يكون في تهدئه نوعا ما، نقطع هذه المرحله دوليا لحتى نوصل لتسويه اقليميه من ضمنها ايران وسوريا. تنوصل للمشهد الامريكاني الايراني اللي حكي عنه الوزير باسيل، اذا بقي ترامب، وانا برجح انه جو بايدن والديمقراطيين هن اللي ينتصروا بالانتخابات الجايه، حتى لو بقي ترامب اعلن مثل ما قال اليوم يتعهد باول 30 يوم انه يرجع يعيد، بده يرجع اذا بدك ينعش الاتفاق النووي الايراني والامريكاني ويوصل لخواتيم ويمشي على السكه بالحلقة. وجو بايدن من هلا قال انه انا بدي احط ايدي بايد ايران ونطوي هذه الصفحه لاكيد الملف النووي الايراني طبعا، وينطلقوا اذا بدك لحتى يصير في مفاوضات على العراق، على سوريا، على شكل الشرق الاوسط يلي كلهم عم شكل جديد، شكل جديد اللي عم ينظروا له كلهم سوا. دونك امريكا بدنا نطلع فيها بشغلتين تجاه لبنان. اول شغله اكيد مش رح تعمل مصلحه لبنان تبديه على مصلحه اسرائيل، بالنهايه هي عم تفاوض باسم اسرائيل بقلب لبنان، ولكن كمان ما بيلغي هيدا الشيء انه عندها مصلحه انه توقف كمان حد لبنان وجيش لبنان تتقول انه تيضل عندها وجود قوي. والشغله التلمسيه بلبنان انه عم تبني امريكا بعوكر اكبر سفاره بالشرق الاوسط، البادجت والميزانيه تبع الاعمار 5 مليار دولار. تصوري 5 مليار دولار بدها تكلف السفاره الامريكانيه بس بدها تنتهي. دونك عارفه حالها انه هي من خلال لبنان بده يكون مركز انطلاق وعبور لها لكل الشرق الاوسط. في استقرار، يعني شايف متفائل كثير، في كثير ناس رح بعكسوك بهذا الاحساس التفائل. ما في حرب لا اسرائيليه ولا غير اسرائيليه على ارض لبنان. انا شايف انه الشرق الاوسط قادم على سلام. المشهديه اذا بدك الايرانيه الامريكانيه بتبرهن هذا الشيء، صح؟ والاكليبر اللي عامله اذا بدك حزب الله مع اسرائيل، وعدم التدخل السوري هلا والتهاؤهم بملفهم الداخلي، وإذا بدك وقوف الدول العربية مع لبنان، وخاصة عن جد يعني خاصة الكويت والعراق يلي أصدقاء فخامة الرئيس وهن دون قيد أو شرط واقفين معنا، يعني بدنا نشكر كل الدول العربية ولكن بالأخص الكويت والعراق، فعلا وقفت كرامة معنا. بضل في الدور التركي القطري، مقابله إذا بدك السعودية. هيدا التجاذب اللي عم بيصير على ارضنا، انه مين بده يسحب البساط السني ويصير هو اذا بدك المرجعيه السنيه بلبنان ومطرح ما في سنه بالشرق الاوسط. البعض استغرب نوعا ما الدور التركي، وحتى كلام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن الوجود الفرنسي، وانه الجوله اللي عملها ماكرون هي جوله استعراض وفي غايات نوعا ما، يعني هيدا كمان هون عندنا شغلتين. اول شغله في صراع تركي فرنسي كثير كبير، لانه اذا بدك الاوروبيين وكانوا متحمسين اكثر شيء الالمان والفرنسويه، سكروا الطريق على تركيا انه تفوت على الاتحاد الاوروبي. على الاتحاد الاوروبي، صحيح، لانه عارفين انه رح تشكل اذا بدك يمكن متغير بالديموغرافيا دونك ما قبلوا انه الاتراك يفوتوا لهون، يعني اذا بدك سموهم من غير نسيج،
ما بدهم يفوتوا نسيج جديد على النسيج الاوروبي اللي في توازن اكليبر. هيدا الشغله خلت الاتراك ولما تسكرت عليهم البوابه الاوروبيه طلعوا على الشرق الاوسط وخاصه فتحوا نافذة سوريا حلب اللي من فاتوا على الجيش السوري ولبنان من خلال العكار والشمال، يعني صار في جماعات واطراف عم تتمول من تركيا عم يزيد النفوذ اوبن بادجت لهم. اذا بتلاحظ قبل 4 اب من خلال الثوره وبعد 4 اب شو عملوا ببيروت؟ حكى كثير عن هذا الموضوع، تكسير ونهب وحرق، هودي كلهم اشخاص ممولين من تركيا. صحيح. دونك اجى ماكرون بالبوارج تبعيته ليسكر على الاتراك ويقول لهم مرفق بيروت مش انتم رح تكونوا سباقين باعاده اعماره. ويمكن على الصين، يعني اليوم في حلم صيني، مشهدية ثانية كمان الصين عندها حلم وقالت انه انا مستعده اعمر مرفق بيروت يمكن بثلاث اشهر دون قيد او شرط، ولكن انا يمكن بستثمره على 10 سنين. اجى ماكرون او الامريكان اللي وقفوا هلا رجعوا الفرنساوي ورا الامريكان تيقولوا انه مش رح نفوت للاتراك وللصينيين. يعني ان شاء الله مثل ما قلنا هذا الموضوع اكيد بده كثير كثير تفصيل. صح. وبياخذ مدى وحلقات لانه هذا التواجد الدولي هالقد كبير. حكينا عن التيار، انا بدي اشكرك على وجودك اليوم. ميرسي. اذا بتسمحي لي اختم بشغله. اكيد تفضل. ثقتنا كبيره بفخامه الرئيس لانه هو في نيونس صغيره بين المحافظ على السياده وبين انه ينلغى الدور اللبناني وتصير سيادتنا مستباحه، هو اللي عم يعمل هالاكليبر هالتوازن بين الداخل والخارج، يعني رح نستفيد من هالوجود الخارجي القوي اللي هلا نزل على الساحه اللبنانيه، بذات الوقت انه نحافظ على سيادتنا وما نكون اذا بدك عم يكون في دور خارجي بقلب لبنان، نكون نحن البعد اللبناني للخارج. شكرا لك شرب الخليل على حضورك معنا اليوم، واكيد بنتمنى انه لبنان يرجع احسن من مكان وبيروت تحديدا تنهض من هالدمار. يا رب. وبدنا نرجع اكيد نعزي كل الشهداء. صح. نتمنى شفاء للجرحى والمفقودين كمان يلتقوا. بريك وبنرجع لرح نبقى سوا. نرجع برح نبقى سوا، حكينا عن الانفجار وحكينا عن الواقع السياسي والواقع يلي صار على الارض من بعد هالانفجار الكبير يلي صار بمرفق بيروت، بس في الشق النفسي يلي احدثه هالانفجار عدا عن الدمار، عدا عن الشهداء، عدا عن الجرحى والمفقودين، في شق كثير نفسي طال اغلبيه اللبنانيين، يلي انجرح، يلي انجرح له حدا، يلي مات له حدا، يلي مضيع حدا، يلي خسر بيته، فينا نحكي عن كثير امور. هذا الشق كثير مهم، يمكن البعض ما رح يعطيه هالاهميه بس لازم يتضوى عليه، كرمال هيك ضيفتي بدنا نحكي بالشق النفسي، المعالجه النفسيه، في كثير امور العالم وانا حتى ما بعرف فيها مزبوط، رح تضوي لنا اكثر عليها. ليا حرب معالجه نفسيه، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. كنا حكينا قبل، استضفناك قبل وقتها كورونا. مزبوط. اليوم الوضع مختلف تماما مع العلم انه كمان كورونا بعدها مستمره والارقام كثير كبيره. مزبوط. بس اول شيء الحمد لله على السلامه. ميرسي. كل اللبنانيين عم بيقولوا لبعضهم الحمد لله على السلامه. مزبوط. قد ايه هيدي الكلمه بتاثر؟ هلا صراحه كثير عم بتاثر هيدي الكلمه، ورح فسر لك بس شوي اكثر ليه. ليه؟ نحن كلبنانيه اوكي نحن وي ار ريزيلينت، قطعنا بكثير ظروف صعبه، يعني اذا بدي احطهم هيك بنطاق صغير، بلشنا بسبتمبر لما صار في الحرائق بلبنان، اكتوبر فتنا بالثوره، من بعدها قطع كذا شهر بلشنا البطاله تزيد بلبنان، بلش قصه الوضع الاقتصادي والمالي والبطاله مثل ما انت قلتي والدولار. اكزاكتلي. من بعدهم فتنا بالكورونا بالعزله، قعدنا بالبيت، انجبرنا نقعد بالبيت، انجبرنا نتاقلم بالقعده بالبيت، وتي مزاجنا كثير تاثرنا كلنا شخص فردا فردا، ما تنفسنا. اكزاكتلي. ما حتى كان عندنا الوقت او القدره انه نرجع نتنفس، دغري صار في الانفجار. بس حسينا حالنا بلشنا نقدر نرجع نوقف على اجرينا ونتاقلم، صار هذا الانفجار كانه هزنا كلنا، يعني كان عن جد صدمه على الكل. فهلا كل ما حدا يشوف الثاني اكيد بده يقول له الحمد لله على السلامه. ما بعتقد هالكلمه بس بتعني الانفجار بحد ذاته، بعتقد بتعني لكل شيء، كل المسار اللي عملتيه. مزبوط. بعتقد هالكلمه كلنا عم نعنيها لانه عن جد نحن كثير عم نتحمل، وحرام هالقد نتحمل، يعني عن جد اتس اون فير، يعني مش رح اقول لك ايه نحن اوكي 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 عندنا قدره تحمل. بس انه بتوصل لمرحله خلص بصير زيادة عن اللزوم. صح؟ مزبوط. تتعب كتير بالآخر، وبعتقد هذا هو الشيء اللي هلأ عم بيصير، الغضب عم بيزيد، القلق عم بيزيد عند العالم من ورا
هيدا الصدمة الكتير كبيرة اللي تعرضنا لها نحن كلبنانية. رح نفصل هدول المواضيع إن كان العوارض وإن كان كيف الطريقة لازم نعالج أو لازم نحكي أو ما لازم نحكي حتى أكيد. يمكن ببعض بعض المحلات. بس كمان رح يكون معنا عبر سكايب جعدانيستا يلي بتصور أغلب اللبنانيين بتابعوها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يلي كمان بتحاول أنه تضوي على الواقع قد ما كان بشع وقد ما كان مر بطريقة فكاهية نوعا ما بأسلوب مختلف عن كافة العالم، وتحديدا من بعد انفجار 4 آب كان في كتير رسائل عم بتوجههم ناتالي عبر الفيديوز اللي عم تعملهم على الانستغرام. رح تنضم لنا عبر سكايب. مساء الخير ناتالي. فيني شوفكم بس انتم شايفيني؟ نحن شايفينك، شايفينك وسمعينك ومتابعينك. الحمد لله على سلامتكم جميعا جميعا. الحمد لله على سلامتك. انت كمان كنت عم اقول انه انت من الشخصيات يلي بتحاول تعالجي بعض الامور بطريقتك الخاصه، كيف تا صرتي بهيدا المجال ناتالي؟ صراحة هي سائبت انه العالم حبت اول شيء مسخر وهيك، بس اللي انا ما صراحة ما مفكر باللي صار قبل 4 آب. صار بعد 4 آب وجع لا يوصف. مع انه انا بنوت وبنت بعرف شو هو الغدر وشو معناته الشهداء، بس هالمرة اضربنا بقلبنا. يعني بيروت مش بس للبيروتية مثل ما كنت عم نشوف ليتلي، بيروت حرقت قلب كل لبناني ولبنانية. يا ريت يعني سكين انضربت وبعدها لهلا، وعن جد موضوع كثير صعب على الكل يعني. بس للاسف للاسف عندنا كميه حقد عم تطلع من العالم. انا ما حلومهم، ودائما عم بقول هذا الموضوع عندي بالصفحه انه روقوا يا جماعه، كلنا كلنا منكوبين فيكم تقولوا، بس في ناس عاملين لهم برين ووش. يا حبيبي امتى لحقتوا؟ امتى لحقتوا تعطوا اتهامات وتبلشوا تهاجموا بعضكم؟ كلنا عندنا قضيه بالموضوع، كل لبناني مسؤول، كلنا انتخبنا وكلنا نزلنا كلنا، بس بعد ما عرفتوا شو صار. منا ثورة، يا ريتها ثورة، هي أفجع من الثورة. شيء فظيع كان عشناه. أنا طبعاً شيء ما بيتخيله العقل، بس في عندنا مشكلة زيادة بالبلد وحنروح بلدنا بأولى يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من كثر الجهل اللي عندنا. يعني مستعدين ليكي، هذا الموضوع كثير كبير ما بعرف كيف بجاوبك عليه، بس مستعدين يمكن ان نقتل بعض بس كرامة تبين مين اقوى، وهذا للاسف وبلدنا للاسف للاسف للاسف. بس في ناس كثير بينشفق عليها بقصه الوجع، مصدومه الاولاد. رح نحكي معليا عن الاولاد زياده كمان، والعالم يلي عاشوا هيدي التروما، هيدا الواقع البشع. شو لازم ينعمل مع اللي هلا مفجوع بعده في ناس ما استوعبت يلي صار لحد هلا؟ أنا انت من نون؟ دكتوره إيه؟ انا من سمعتك. عم بعرف بفكر، مش عم بعرف شو حاسس، ما عم بعرف شو بدي اعمل. يعني بكون قاعده على بالي اتضحك بتطلع بقول انا مقصصني مثلا، برجع بقول لا الحياه بدها تكمل، برجع بقول لا نحن قوايا، برجع بروح للماضي وقت كنا ننتصر، برجع بتطلع حوالي بدي اشوف فسحة أمل، لأنه في فئة من العالم زلتنا زل واللبناني حياته شفته مذلول. مش الفقر بتعمل بني آدم، مش ال 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 الفاشن والجمال هو اللي بيعمل وطن. لا كيف لازم اللي عم تحسه ناتالي أغلب اللبنانيين عم بحسوه؟ مزبوط، ومش رح اقول لكم لا ما لازم تكونوا عم بتحسوا هيك، لانه بالعكس صراحه اللي قطعنا فيه كثير كان كبير. برجع بقول لك القصص اللي تراكمت علينا اللي وصلنا لهون هلا تعبانين. مزبوط، كلنا تعبنا، كلنا مش قادرين بقى نتحمل، وصلنا لهيدي المرحله. هلا لما وصلنا لهيدي المرحله لانها صدمه كثير كبيره، كلنا شيء كثير من الطبيعي، وحتى الكلاينتس اللي عم يجوا لعنا على برين ستيشن عم نشوف كل حدا منهم عم بيعاني من ذات العوارض. اكثريتنا ما عم نقدر ننام، عم ننام هو ودوم ضوا، إذا عم ننام نام تبعنا، النوم تبعنا كثير عم بيكون مقلق، كثير منوعة من عشية، عم نحلم بكوابيس، حيلا صوت طبشة الباب دغري بننقذ منها. هول كلهم عوارض كثير طبيعية، ما رح أجي أقول لا لازم نكون ظهرنا منها ولا خلص تو ماتش صار قاطع أكثر من 10 أيام،
لا لانه هذا سيء طبيعي بعده هيدا الوضع مزبوط. لسوء الحظ هيدا كانت صدمه كثير كبيره لنا كلنا. البرينز تبعنا منا اكويبت انه اذا بدك دغري تتاقلم منا جاهزه انه دغري تكون عم تتعامل مع هيدا اكزاكتلي. بدها وقت بالقليله، بدها 30 ل 31 نهار حتى تستوعب هيدا الصدمه، لحتى يقدر البرين تبعنا يعمل لها بروسيسنج ويحطها بالمحل المزبوط بالبرين. من هلا لوقتها نحن كثيرابيستس ما فينا نتدخل بنطاق الثيرابي، يعني انا ما لي حق اكون عم بتدخل بنطاق معالجه نفسيه مع الشخص. ما بتنفع هلا بهيدي الفتره، لا لازم انطر بالقليله 30 ل 31 نهار اذا انا عم بتبع كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. بس من هلا لوقتها انا لازم اكون عم بقدر اكون عم بدعم هذا الشخص، عم بسمع له، عم بوقف حده، لانه كلنا عم نقطع بهيدي الصدمه وكل حدا منا عنده طرقه الخاصه والوقت الخاص فيه هو لحتى يتاقلم مع هيدي الصدمه. بهيدا الوقت كنا نقطع بالفايف ستيجز اوف جريف. اوكي هول معقول نقطع فيها؟ نتالي عم تسمع عليها؟ عم بسمع عليها اوكي عم بسمع عليها. برين ما حيلاقي محل يحط هذا الوجع على فكره، بطل يتحمل. بلا فهمتك واكيد فهمك. بدي اقول لها ليا انه شيز رايت، اذا بدها تعمل لي فولو انا بقويها شوي لتقعد اجدع. هي كمان بدها حدا يعني حتى هن اللي بدهم حدا يساعدهم، يعني هي القصه هيك. فعشان هيك انا اضطريت دغري بلش بقصص، صارت العالم تطلب مني بليز اي شيء بليز، صرت انه اقول انا انه طب انه كيف بدي انزل شيء بضحك. بس للاسف بلبنان في عندنا كثير المضحك المبكي كثير. كنت عم تحكينا عن الفايف ستيجز اوف جريف او مراحل الحزن الخمسه المعقول نكون عم نقطع فيها، لانه الشيء اللي صار نحن مش بس خسرنا عالم، نحن خسرنا شقفة منا إذا بده حتى هيك. يعني بيروت كانت شقفة كتير كبيرة من كل لبنانة. صحيح. إن كان حتى لو خسرت أو ما خسرت حدا أنا عزيز لإلي بقلب هيدي الصدمة، أنا خسرت شيء قطعة مني أنا، إن كان حدا مواطن لبناني، إن كان منطقتي. أي شخص اندقر مزبوط مثل ما بنقول مزبوط انقدرنا مزبوط. من هيك أنا كتير معقول كون عم بقطع بخمس مراحل الحزن. أولهم عادة بيكون في الإنكار أو النكران، إنه أنا عم بنكر شو صار، لا أنا I'm in shock و I'm in denial، أنا ما بدي أتقبل هيدا هو الواقع، إنه بيروت راحت، أنا خسرت هيدا الشخص، إنه أنا تعرضت لهيك صدمة أو أنا قطعت بهيك صدمة، لأنه أوكي. بتكون صدمة كثير شديدة لدرجة لا أنا ما بدي أتقبل. ما عم بعترف بهيدا الواقع. مزبوط، هيدا بيكون شيء كثير صعب للشخص. من هيك من بعدها أكثرية الأوقات بنفوت بالغضب. بنفوت بمرحله التعصيب، انا كثير معصبه، انا ماني قادره بقى اتحمل، ليه هيك صار فينا، شو بعد بدنا نحمل. وهذا الشيء هلا عم نشوفه نحن على الطريق، من هيك العالم عم تنزل على الثوره وعم بتصور، يمكن بطريقه عم نشوفها نحن كثير عنفوانيه، بس هي نتيجه التراكمات اللي قطعنا فيها، نتيجه الصدمه، نتيجه كل الضغوطات اللي عم نقطع فيها، يمكن هي كانت طريقتهم يقولوا مش قادر بقى اتحمل او ماني قادره بقى اتحمل. هذا واقع، يعني في البعض حتى بحسه بهذه الطريقه، في البعض بجرب يعكسه ما بكون يمكن صحيح. ثالث مرحله بعدين بنرجع بنفوت بمرحله الحزن او الاكتئاب، الحزن الشديد او الاكتئاب. يعني انا هون بصير كثير حزينه، لا انا ليه بدي اعيش وانا هيك رح ارجع اموت، شو في العازه هيدي الحياه، ليه هيك صار، انا ما بدي اتقبل هيك صار. هون بفوت بمرحله الحزن الشديد، بحس حالي عم بنعزل شوي اكثر، ما لي خلق بقى اظهر، ما لي خلق احكي مع العالم اتسترا. هون بكون هون عم بقطع بفتره الاكتئاب. من بعدها بيجي اوقات فكره المساومه او البارجنينج، مرحله البارجنينج، انه بس خليني اعيش هيدي المرحله او اقطع هيدي المرحله، بعرف شو بدي اعمل، ليه هو مش انا، ليه انا ما كنت هون، منيح اللي انا فليت اتسترا. بصير عم ساوم مثل كانه عندي شويه امل بالحياه او شويه امل باللي جايه. من بعدها لاسافر على مرحله القبول يلي هي المرحله الاخيره عاده بتكون. استحقيتها بكون؟ اكثر من انه استحقيتها بكون تقبلت انه خلص هيدا الموضوع صار. بهالمرحلة أنا مش بالضرورة أكون مبسوطة، بس أنا هون بكون توقعت الواقع تبعي إنه هيدا هو الواقع وأنا مجبورة أتقبل هيدا الموضوع صار، بدي أشوف شو أنسب طريقة أنا أتأقلم فيها حتى أقدر أتخطى هيدا الواقع وأتحسن وأمشي بعد لقدام. هول الخمس مراحل مش بس نحن كأدلتس بنقطع فيهم، بس كمان الأولاد بيقطعوا فيهم. نفس المراحل. مزبوط، نفس المراحل بنقطع فيهم اثنيننا. من هيك حتى لو كان ولد، لازم أنا كأهل كون عم بقدر، سألتيني من شوي عن الولد. الأولاد. لازم أنا كون كأهل عم بقدر جاوبهم على كل الأسئلة، بالعكس مش أنا ما بقول لهم شو صار. خبرهم الحقيقة يلي صارت. خبرهم الحقيقة. في ناس عم بقولوا لهم لأولادهم فرقاع، في ناس بقولوا لهم ما بعرف. مين عارف الحقيقة؟ مين عارفها؟ هلا الحقيقه انه هو انفجار، يعني اذا بدك نتالي، بس اكثر بالفعل ايه في ناس ما عم بخبروا اولادهم، يمكن شايفين هذا الشيء الصح. هو لا، هو الطريقه المضبوطه هو انه خبر. ليش انفجار؟ ما عندنا جواب.
هيدا اللي كان جاي يقوله. أنا مهم خبر ناتالي بس طريقة مبسطة، يعني بدي بسط الأمور قدر الإمكان، وإذا سأل ابني أو بنتي أسئلة أنا لازم أكون عم جاوبهم، وإذا في شيء ما بعرفه بقول له ما بعرف. يعني إذا سألني ليه انفجار فيه يقول ما بعرف، إذا في شيء سؤال سألني أنا ما بعرفه بقول له ما بعرف، ليحس إنه هو مثل ما هو مش فاهمان في قصص أنا كأهله مش فاهمانهم. لأن الولد كتير بيتأثر بالأهل، إذا شافني خايفة رح يخاف، إذا شافني معصبة رح يعصب، رح يعتلهم أكتر، رح يقلق أكتر. فكتير مهم أنا أكون قادرة أحضنه، فرجينه أنا كمان عتلين هم to normalize the emotion. قله إنه إلك حق تزعل، إلك حق تخاف. هيدا إحساس طبيعي ليا يلي كله عم نمرق فيه الكبار والصغار، هو شيء طبيعي. كتير طبيعي مش شوي، أكتر ما بتتخيلي. والولد كتير مهم يفهم شو صار، لأن إحنا ككبار بنفهم نعرف هيدا انفجار. الولد سمع الصوت صار كتير يخاف، ما فهم يمكن شو صار من بعدها. فمهم أنا أكون عم بقدر أحضنه، كون سبورت له، مش قله خلاص ما عليه مشينا قطعه. حتى إذا أنا شخص كبير، كتير في عالم عم تتلقى إهانات هيدا الفترة، إنه ما عليه مشونا، ما أنتوا بيتكم بس راح، أنتوا ما صار لكم شيء، غيركم مات. هيدا الموضوع كتير عم بيأذي عالم. ما أنا تعرضت للصدمة، ما أنا انكسر بيتي علي، كيف عم تقولوا لي ما عليه كتر خيرك بعدك عايشة ما بدها هالقد؟ هيدا الموضوع كتير مهم نحن ندوي عليه، لأنه إذا أنا شخص ماني قادرة هلا أتخطى الموضوع ما عليه، أنا لازم ينعطاني وقت الخاص لحتى أنا أقدر يكون عندي القدرة أتخطاه على طريقتي أو على نطاقي الخاص. وإذا أنا شخص تخطيت الموضوع كمان عم بنهت، فكمان إذا أنا شخص قدرت أتخطى بالعكس، ليه بدي أنهت؟ ما كل حدا منا عنده وقته لحتى يقدر يتخطى، يمكن يعني أنا تاخذني جمعة غيري تاخذه شهر. الأساس إنه الواحد هو يساعد حاله بأول أول خليني أقول ردة فعل أو أول وقت طبيعي بعد الانفجار اللي عشناه، هو الواحد بده يساعد نفسه أول شيء. مش دائما في يكون عم ساعد حالي بأول فترة، يمكن بأول فترة أنا أضطر أحكي، يمكن أنا أكون بكمبليت شوك لدرجة ماني قادرة أحكي مع الشخص اللي مع العالم اللي حواليه. من هيك بهيدي الفترة أنا كمعالجة ما إلي حق أتدخل بهيدا الشخص، يعني أنا ما إلي حق أتدخل بكيف هيدا الشخص عم ينظر للأمور، أو إجي أنا أسأله أو أجبره أو أفرض عليه يحكي بموضوع منه حابب يحكي فيه. يعني إذا أنا إجا لعندي حدا تعرض للصدمة ما عم بيلو يحكي، أنا ما بصر عليه، بتركه. بس بكون سيبور بقول له معك حق، اللي قطعت فيه كان صعب. شو قاري؟ شو ناتالي؟ عم بقول لها بعتي لي اللي ما عم بيلو يحكي. بدي بس اذا فينا نشوف فيديو انت نزلتيه عندك ناتالي على الانستا، خلينا نشوفه سوا وبنرجع بنعلق من بعده. يعني شو عشتوا انتوا هالجيل الجديد؟ انتوا عشتوا الحروب اللي عشناها نحن؟ عشتوا حرب الاهليه؟ لا عن جد عم تحكي؟ يعني بعد عندك عين تقول الجيل الجديد؟ ليش شو بعد في شيء جديد؟ عن جد شو بعد في شيء جديد؟ ما قتلوا في كل شيء جديد، صار انتيكا، ما في شيء جديد الا المصايب، ما في مصيبه بالحياه ما اتجمعت بهالجيل الجديد. وبتقولي لي جيل جديد؟ يمكن طريقتنا عين انت من ورا كلامكم، اذا بعد في حدا بيقول لي جيل جديد عن جد بس لو منك امي. جيتك بقيتي على القديم ما فكرت تجيبي شيء جديد وتبلينا. قد ايه صعب على الجيل الجديد هيدا الموضوع ناتالي؟ عجاد ربو جيل جديد، وفي جيل قبل الجديد على فكره، في جيل المتوسط هذا اللي مش عارف حاله شو بده يعمل. اخذهم كلهم معه يعني عندهم قديم، بس حتى الجيل الكبير عانى اكثر، يعني الجيل الكبير مرقوا كل هوديك عليه وهلا عم يمرقوا بهيدي المرحله اللي نحن عم نعيشها. نحن ورا بعض، وانت كنت عايشه بمرحله التكنولوجيا، الحياه برواق، التقدم، البناء، الحياه عم بتصير اسرع، سوشيال ميديا، فجاه بوم، وخاصه بس بلبنان فجاه كل شيء، وكورونا وكله فوف 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 على قفا من شيء. قبل كان مثلا عائله عارفه حالك بحاره، بتعرفي تتخبي تروحي، عارفه حالك. هلا ما كنت عارفه حالك بشيء، يعني انت هلا الضربه اللي اجتنا عن جد غدر، يعني شيء. انا من الناس اللي كنت بدي اقولها للدكتوره ما بعرف تحلل لي اياها، انا كنت بشكه بتاعي، هلا انا عيني اني انزل على بيروت وشوف اللي صار ما عم بقدر، وعقلي رافض الموضوع. ومثل الواحد عم بيقول خليه يمرق الوقت، خليه يمرق الوقت، ما قادر اشوف المنظر اللي كلكم شفتوه. ويعني انا هلا بقول اجاد ربهم المغتربين، اجاد ربهم انه وجعهم، حتى لو ما انأذوا، حتى لو ما كانوا، حتى لو ما سمعوا، اذاهم دوبل عن اللبناني اللي كان هون. مزبوط مزبوط. وانا معك ناتالي، اول شيء بفهمك وبدي اقول لك انه مانك مضطره هلا تنزلي على بيروت. اذا حاسه حالك ما عندك القدره هلا تنزلي وتشوفي الخراب يلي صاير، مانك مضطره، خذي وقتك، الك حق تاخذي وقتك، الك حق تاخذي كل الوقت يلي بدك اياه. منه خوف، عم تقول لك منه خوف هذا اللي عم تحسه. اوكي، شو هو؟ مثل واحد هلا حيقولوا عني شاعره،
انا شي حدا بيعبد ارضه، يعني انا لبنان بالنسبه لي وكلهم صاروا حافظين انه ليكي حتى تاتو العلم على الخريطه خريطه لبنان اللي هي ما بقبل حدا يجي هالقد ياخذ شقفه، كيف لو طارت شقفه منه من ورا اهمال وحمرنه ولاد بلده. هيدا الشيء حسيتها سكينه، انا هالمنطقه اللي راحت كلها، هيدي المنطقه مضله هونيك، هيدي المنطقه يعني هي حياتنا، هي حياتنا بيروت، يعني هونيك بتعصب بتروحي، بتنقهري بتروحي، بدك تحبي حدا بتروحي، بدك كنت تنفسي يعني منفس لل اللي بيقهرك اكثر من راحه الشقفه، واللي بيقهرك اكثر اللي راح هن المعطرين اللي ما لهم شيء هونيك، يعني الاطفاء يعني حاسة إذا رحت أنا يمكن بنهار، سو ما بدي أنزل، أنا يمكن غلط كان لازم أنزل أول نهار يمكن تشوف القصة دغري، بعدها الصدمة الصوت بعده وكل شيء بعده، بس هلا بعتقد كثير صعب أنزل. مظبوط، يعني هي كانت عم تقول ناتالي إنه كان لازم تنزل أول نهار، أول نهار بكون بعد مش مستوعبين، هيدي هي النقطة أكثر. فيها تكون هيك، بس أنا بالنسبة لي أو كمعالجة نفسية ما في شيء كلمة كان لازم، ما في كان لازم بهيك وضع، هيدا وضع استثنائي، مثل ما هو وضع استثنائي أنا إلي حق أتأقلم فيه مثل ما أنا قادرة هلا أتأقلم بهيدي اللحظة، ما في شيء لازم أو ما لازم أعمله، من هيك كثير ممكن عم بقدر أعطي حالي وقت. بس أجابك على سؤال المغتربين، أكيد المغتربين كانت كتير صعبة لقلهم، نحن بلبنان بس كان بالنا أوكي لا أنا بعرف وين أهلي مطمنة أنا كل يوم معهم كل يوم بعرف روتينهم، للمغترب أول شيء سمع عن خبر مؤخر يمكن ما لحق يحكي مع أهله، يمكن أهله ما كانت معلقة الخطوط عندهم، ما قدروا دغري يجاوبوه، كتير عتلهم، فالمغترب كتير تأثر، وبعرف كتير مغتربين كتير تأثروا، يمكن قد لبنانية ويمكن أكثر كمان قد ما عتلوا هم، قد ما خايفين، قد ما قلقانين. نفس اللي مرق فيه اللبناني. مزبوط. الفرق إنه المغترب ما سمع الصوت. مزبوط. لأنه كمان في صبية بعثت له على الانستا وقت الانفجار. كذا مره وصارت تسقط يبعثوا لي بليز 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 خيالي شوفي اهلي بهالمنطقه ببنايه بهالمنطقه بترجاكم يروحوا لهونيك ما عم بقدر اوصل لهم وما عم بيردوا ما عم فيني يردوا بدي اعرف اذا هن عايشين ولا ميتين يعني شوفي توقفي قدام وتعطيني ارقام تليفونات وتعطيني بترجاكم بس شوفوا لهم اذا عايشين او ميتين يعني نتالي وين كنت نهار الانفجار بشكه؟ بشكة وسمعت صوت وسمعنا انه بي بي ما بي افتكرتي حدك اكيد لا نحن هون ما كان هالقد قوي مثل ما كان صوب جنوب وصوب بيروت وصوب المناطق كلها بس كل ما احكي حدا يقول لي حدنا يعني اللي على الجناح يقولوا على الطولة اللي على مار مخايل يقولوا حدنا كل حدا يقول حدنا افتكروا بمنطقته ايه على كل حال انت هلا اذا طبش الباب حدك عم تنأذي أنا هي بدي أقول للدكتورة شغلة على السوشيال ميديا عم بتصير أكيد الهجوم على بعضنا الإهانات البولينج هذا شيء كثير مهم صح أنا هيدي سألتهم قلت له أنتم مين؟ نحن ليه أنتم مين؟ ليه عم تعملوا هيك ببعضكم؟ بدكم ما في روقان وإذا بتطلعي برات الكلام إذا أنت ضد إنك تفرقي أو تخلي العالم يفوتوا بديباجة إنه غلطان ومش غلطان وأحزاب اللي عم بيقولوا شلحوا عبايتهم شك من اللي عم شوفه في كم حدا لا حتى ما اكون ظالمه في شباب بينرفعوا على الراس عم بيحكوا بوطنيه عن شخص بس في كم بيقول دغري انت محزبه ودغري المسبات بتنزل بلا ما خبرك يعني في حقد عم بيطلع ما بعرف اذا ما لازم نلومهم لانه ما عارفين هون بده يفشوا خلقهم بالنهايه نحن عم نتعامل مع 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 اشخاص حيطان ما انهم موجودين بغض النظر انا من مين بحترم ما بحترم بس مينيموم مينيموم مسؤوليه مع مين مع هذا الشيء ببرر ليا انه اللي عم تقوله ناتالي كثير مهم وكثير صار على المفضوح على السوشيال ميديا عم بيكون هذا المنبر مش بس لفشة الخلق عم بيكون للبعض بيقول للكراهية للحقد مش غضب صار أكثر من غضب هيدا الشيء مبرر؟ إذا مش رح جاوب إذا مبرر ولا لا أكثر ما هو بعتقد تراكمات صارت عند اللبناني وصل لمحل ما بقى قادر يتحمل عم بيفش خلقه بهيدا الأسلوب لأنه حاسس كلمته ما بقى عم تنسمع شو ما عم يعمل طب قطعتها طب بتعيش معه قطعتها برجع بتعيش معه بتعيش طب ولوين بعدين بعتقد هي مرحلة الغضب اللي عم يقطع فيها اللبناني وكمان غير انه حتى لو انا كنت او ما كنت بقلب الانفجار شيء كنت بدي اقوله من شوي في عنا شيء اسمه سيرفايفلز جيلت
يلي كان بقلب الحادثه ولا لا، اللي بعده عايش وشاف حدا بيعرفه توفى، لو انا كنت بركي كان شيء تغير، بركي انا كنت خليته يفلم هون. بحس بالذنب. مزبوط، بصير حس بالذنب لانه انا كان فيي غير بالنسبه إلي، بس الحقيقه انا ما كان فيي غير شيء، لانه هاي كانت صدمه علي مثل ما كانت عليك، مثل ما كانت على كل انسان هون. يعني ما كان في حدا فيي يتوقع هيك شيء يصير، حتى يكون متواجد لحتى يغير بنطاق اللي بده يصير، او او يخلي الشخص اللي بحبه او عزيز على قلبه يفل من المنطقه اللي هو كان فيها. من هيك هذا شيء كثير مهم نعرفه، انه انا اذا عم بحس بهذا الشعور بالذنب، انا ماني مذنبه وانا ماني مغلطه بشيء، انا ما كان فيي اعمل شيء. اول رياكشن معقول اقطع فيها هي يا فايت دافع عن حالي اهرب، يا اهرب يلي هي فلايت، يا فريز بجمد بارضي. هول ثلاثه رياكشنز كثير طبيعيه يصيروا عند حيالنا انسان بنطاق الصدمه. فانا ما فيي لوم حالي على شو هي البادي رياكشن يلي عملها جسمي نتيجه هيدا الصدمه. مزبوط. وحتى كسرفايفر انا فيي هون كون عم ساعد اكثر، بس مهم كثير انا اعرف انه انا ماني مذنب، انا ما كان حق علي وما في غير شيء غير. مزبوط. كنا عم نحكي عن المغتربين، يعني ناتالي وولايا حكيتوا عن المغتربين وعن المغتربين وكيف عم في همه كثير كبيره عملوها. عينه من امريكا من واشنطن رح ينضموا لنا عبر سكايب جورج الشويري اعلامي لبناني، وصبيتين لبنانيتين كمان عايشين بامريكا، ناتالي ابو رجيله ونيكول فتوش، يلي اطلقوا مبادره اسمها لبيروت. لانه نهار اللي صار الانفجار حسوا حالهم معنيين، عم بشوفوا اهلهم ولاد بلدهم، عم بشوفوا بلدهم كمان هالقد حزين وهالقد منكوب، اطلقوا هيدي المبادره. رح يطلعنا اكثر عليها جورج وناتالي ونيكول. مساء الخير. مساء الخير جويس، كيفك؟ الحمد لله، دائما بنقول الحمد لله، انتم كيف؟ نحن كثير منيح. هلا ناتالي ونيكول ما عم بيسمعوكم، هلا هلا بعطيهم الاير بيس، ولكن بدي اقول لك شغله، نحن واقفين قدام سيده لبنان بواشنطن دي سي، هيدي هي الكنيسه الجديده وهيدي الكنيسه الصغيره القديمه. هذا العمل يلي بدأوه نيكول وناتالي، هن نورسز بالمستشفى، هلا هن بيشرحوا لك شو صار معهم، كيف عرفوا بالخبر وكيف اطلقوا هذه الحمله الانسانيه يلي لقيت رواج وقبول كثير كبير من قبل اللبنانيين وغير اللبنانيين هيسبانيك. صحيح، كان في تحافت باللي بعث لنا، يعني الوصول لنا الصور والفيديوهات، كان في عدد كبير من الاشخاص عم بيساعدوا عم يتساعدوا تيبعثوا هالمعونات للبنان. ليكي رح اعطيهم الاير بيس للصبايا يعني، لانه هن اكثر بيقدروا يشرحوا لك اكثر كيف بلشت الفكره معهم. ناتالي هذه لك ونيكول هذه لك. ناتالي ونيكول اول شيء هاي مرحبا، بعدكم لبنانيين بالقلب وبالروح. كيف بلشت معكم الفكره؟ انا عرفت انه اثنيناتكم تشتغلوا ممرضات وبتتعاملوا ايضا مع مرضى الكوفيد 19، فاصلا انتم عايشين بوضع نوعا ما قلق وصعب، والانفجار نهار الانفجار قد ايه خفتوا على اصحاب لكم اهل لكم، وكيف تأطلقتوا هالمبادره مبادره لبيروت؟ اول شيء مرحبا لكلكم، وعن جد من قلبنا، يعني عن جد سوري عن كل شيء عم بيصير بلبنان. كيف عملنا؟ سو اول نهار بس شفنا الخبريه، انا كان عندي شغل قبل النهار بالليل، ف when I woke up شفت كل النيوز، كل الصور، كل الفيديوز، وانا خفت انه انا كل العائله عايشين باشرفيه. سو عن جد انا يعني بس شفت كل شيء خفت. حكيت مع كلهم، وكلهم عم بيفرجوني الفيديوز، يعني بيتنا باشرفيه مكسرين والسيارات كسرين، كل شيء. فحكيت مع نيكول وقررنا هاي النهار last week last week Tuesday قلنا اثنيناتنا قلنا انه شو صار، كيف شو فينا نعمل. And هالليلة when everything happened we عملنا flyer شي ربع ساعة we posted it, and the next morning كان عندها شي 5 مليون messages videos and كوز وكل شيء، كل العالم كان بدهم تحمسوا هالقد للمساعده. يا على السوشيال ميديا حطينا الفلاير على انستغرام، الانستغرام تبعنا، و
هيك هيك صار. ونيكول، نيكول كمان كانت يس العربي تبعولي مكسر شوي، ما بأثر احسن، ما بأثر كثير بيطلعوا، كثير بيطلعوا طبيعيات وكثير بيطلعوا حلوين، وبكفي يلي عم تحكوه وعم تعملوه. Thank you, thank you. Thank you for having us. So the day of the explosion, أنا كنت رايحة على البيت من الشغل, and Natalie just woke up. So everyone was scared. I called my friends, I called my cousins to make sure everybody was okay. It's so scary knowing one quick thing, you could lose anyone. So decided to make a flyer. We sent it in 15 minutes, and the next morning we woke up to calls, emails, texts, and then we just decided to go through. So we had to set everything up in 1 week. So we started talking to airlines, NGOs, companies to give us boxes, the church to give us space. And we just started. أي متى رح يكونوا هالمساعدات بلبنان؟ رح يوصلوا؟ So المشكلة مع الأغراض يلي عنا هلا قبل الباكسز بيسافروا we have to do a huge inventory على كل شيء. يعني كل الباكسز يعني شو في بقلبهم قدي عندهم descriptions يعني كل شيء كل شيء والوزن يعني تفاصيل دقيقة الحجب so يعني there's a lot of stuff that has to be done قبل so نحن هلا عنا volunteers also the volunteers تبعنا عن جد مش معقول how many people وإن العالم من أي دين أي يعني شفنا بالصور قد في عالم محمسة تساعد وقد في ناس كثير عم بحطوا ايديهم مع بعض حتى يتساعدوا كرمال لبنان مزبوط so we have to do all of that before we can ship everything بس we're hoping يعني منخلص كل شيء maybe شي جمعة او جمعتين maybe so we're sending everything two methods we're doing aircraft and ship So the ship will land in Tripoli and the aircraft will land in Beirut and when the items arrive in the airport they will be received by the NGO. The ship will take a little bit longer but we'll have food and clothing on the ship so it's not as much of an emergency. We want to keep the supply coming continuously. For the airplane we'll send medical supplies and hygiene because that's more immediate and needed right away. قبل ما احكي بس ارجع كلمتين مع جورج قبل ما اختم ناتالي في إلك سلام من ستك ومن رندا المر هاي جيت ثانك يو لكم وعن جد يعني بتكبروا القلب مثل اغلب اللبنانيين او كل اللبنانيين اللي موجودين ببلاد الاغتراب ومنتشرين اللبنانيين المنتشرين ناتالي ابو رجالي ونيكول فتوش شكرا لكم بدنا كمان نحكي جورج نقول له ميرسي على شكرا لكم ميرسي لكم وي لاف يو لبنان ونحن بنحبكم كمان جورج شفنا قد ايه كان في حماس بدي بدقيقه تخبرني انت كنت و يعني قد ايه اللبنانيين بامريكا عم بيفرجوا الصوره الحقيقيه للمغترب؟ جويس اولا انا كنت ببيروت وقت الانفجار وعشت يعني الطريقتين عشت وقت تكوني بالانفجار تحت نحن عشنا ايام الحرب وبنعرف هذه الامور ولكن وقت ترجع بتستعيدي ذكريات الحرب واللي بيصير بالحرب عن جد ترجع بتخافي وبتقولي شو عم بيصير بهالبلد كنا تحت ساعدنا ناس ببيوتنا نظفنا بيوتنا ورجعت على واشنطن تلاقي هالصبايا والشباب المئات من الشباب يمكن كانوا المشاهدين عم بيشوفوا بالصور كيف كانوا عم بيعبوا الكرتين في حوالي 5000 كرتون كثير كبيره بده ينزلوا على لبنان من مبادرات شخصيه صارت بتقولي لي يمكن مش كلهم بيكونوا بحاجه لانه ولكن العالم بلبنان بيشوفوا يعني ليك ذا بيجست ساتسفاكشن وقت الواحد بحس حاله عم بيساعد خيو الانسان من دون اي مقابل والشخص الثاني عم بيلاقي في ناس عم تهتم لامره من دون اي مقابل عن جد من كل الطوائف من كل ناس عم نعرفهم اجوا على الكنيسه ناس ايجين هسبانيك اجوا ساعدوا وقدموا مساعدات بس لانه سمعوا بالنيوز انه اللبنانيه بحاجه لمساعده اجوا قدموا مساعده بكل بساطه
مرسي كتير جورج، وكتير حلوة هالرسالة اللي عم تودوها من أمريكا من واشنطن تحديدا، وإن شاء الله ترجعوا على لبنان وتشوفوه هيدا لبنان الرايق يلي رح نفقد أمل فيه بلدنا وبلد مجتهدنا، ورح يضلنا متصلين فيه اليوم وبكرة وبعد بكرة. تحياتنا لكل اللبنانية ونقول لهم وثقوا بلبنان، لبنان رح يرجع. شكرا جورج، وتحيات لناتالي ونيكول وكل اللبنانيين وغير اللبنانيين. بدي سريعا بعد معي دقيقتين، ناتالي كيف شفتي هالمبادرة؟ كنت عم تحكي عن المغترب، وبدي كمان تعليق ليها تنختم الحلقة. صراحة بكبروا القلب، يعني هيدا شيء، يعني شو بدي اقول لك، هيدا هو اللبناني، هيدا اللبناني وهيدي صورة اللبنان المضبوطة. أما هلا اللي عم بيصير بدي أطلب من العالم بس صار لوحدة، السوشيال ميديا والإعلام دايما ما تاخذوه على محور الشخصي أو التد. في كثير السوشيال ميديا ما فاهمين شيء من شيء، بس بدهم يلعبوا ويحكوا وإنه هن أبطال. في كثير كمان إعلاميين أيام بدوروا على محلات معينة وبنسوا محلات معينة. حبوا لبنان شو ما كان، لبنان ما بينحب إنه إذا بس هو ميت أو هو حلو. في ناس مثلا بس إذا عندهم لبنان بفرحة بيلاقوا لبنان بعقد، في ناس أول ما يشوفوا لبنان وقع أو انضرب بيتخلوا عنه. بيتخلوا عنه، لا، اللي بحب لبنان مظبوط مثل المغتربين اللي شايفينهم هلا وتحية لهم، كثير لبنانية بعرفهم وعم يبعثوا لي، هيدول اللي بيوقفوا بيفرجوا محبتهم للبنان هلا هلا هلا. شكرا كثير. أكيد أنا بدي أشكرك ناتالي، وكمان إن شاء الله تضلك عم تعكسي هيدا الواقع على رغم كل شيء بشع عم نمرق فيه، وتضلك بهالهمة لبنانية أصيلة. شكرا. ثانك يو ناتالي. وليا كمان بدي منك ب 30 ثانية نختم. أكيد. رح أعطي بس شوية هيك سريعا كوبينج سريعا 30 ثانية لأنه بدنا ننتقل. أولا هي مثلا إنه بس أقدر أخف من استعمال السوشيال ميديا أو قد أنا عم بحضر أخبار بنهاري. أوكي. وإذا أنا حاسة قادرة أحكي ماني عبء على غيري. كلنا عم نعاني زيت شيء، بالعكس لازم نسند بعضنا بهيدي الفترة لأنه لازم نوقف حد بعضنا. إذا أنا حاسة حالي قادرة أحكي، بس إذا الأمور اللي أنا قطعت فيها دلت سيمتومز أكثر من 30 ل 31 نهار وبعدني كثير تعبانة وما عم بيتحسن وضعي، مهم أنا أقدر أكون عم روح عن معالج نفسي، ومهم مع الوقت بلش أرجع أسترجع روتيني شوي شوي لحتى أقدر أرجع حياتي الطبيعية. مزبوط. وبس شيء عن اللي عملوه هن هلا بأمريكا بفرجي قد إحنا كلبنانية عن جد منجنن، وشو ما يصير معنا عم نرجع نوقف على إجرينا. فكتير حلو إنه عنا بعد هذا الأمل، ومهم نضلنا عن جد دايما رح نضل واقفين على إجرينا وما نتخلى على لبنان بأي شيء نمرق فيه. بدي أشكرك ليا حارب على وجودك معنا، وأكيد بدي أشكر ناتالي وكل الضيوف. لهون بنكون خلصنا من حلقة رح نبقى سوا، بننتقل لزميل رواد داهر وبرنامج بالمباشر وضيفه سالم زهران.